السلام عليكم. احنا النهاردة كان عندنا تكنيكال سبورت في مصنع بيصنع البراميل الصاج، فتعالوا نعرف ايه المشكلة وحلناها ازاي. سيمنز بيل سي اس 7300 انالوج وديجيتال، باختصار بنعمل عملية تسكين لبرميل صاج. المشكلة كانت فين؟ المشكلة ان احنا عندنا المين درايف او المين انفرتر بنيجي نعمل ستارت اب، مفيش حاجة راضية تشتغل، مفيش انيبل، مفيش ريدي كونديشن. ابتدينا نعمل تريسنج للموضوع ده، كان عندنا اوبسوليت انكودر موجود، ظبطنا له السيجنال بتاعته. كان عندنا انيبل كونديشن وريدي كونديشن موجوده على الدرايف، طلع ريليتد ديفولت بالرغم ان الدرايف ما كانش عارض الفولت دوت في بدايه الامر، لكن مع السيجنالز بتاعتنا لقينا في موجود عندنا شورت سيركت على احد الاشارات. شورت سيركت كان عامل معانا اوفر لود، الاوفر لود دوت كان بيخلينا الموتور لما بيحاول يشتغل بيجيله بريك اوفر كارنت في نفس الوقت. فالحمد لله قدرنا ان احنا نحقق الاشاره او نلغيها بمعنى اصح، ونجيب السيجنال اللي عامله الشورت سيركت ديت، وبناء عليه خلينا الدرايف بتاعنا فعلا انيبل وريدي كونديشن، والبي ال سي بقى هيلث ستيشن شغلنا الحمد لله. طبعا بصراحه الموضوع فيه تفاصيل، بس احنا الكلام ده من امبارح والموضوع كان صعب يعني. بشكركم، شكرا جزيلا.